راكم تشوهتوا بينا المغاربه راه ما دايرينش هكاك المغاربه رجال تيهزوا الجناوه وتبقاو يديروا بحال هكا تيخرجوا بالذهوبات وتبقى يقول لك صيفطوا لي الفلوس تيردوا المنازل ديالهم زاويات وتيقول لك انهما راهم اسياد راه جابت لي واحد السيده من قطر ما تبقاوش تجيبوا لي الذهب بركه عندي الذهب بزاف تيدوا لكم راسكم تيخرجوا بالذهوبات وتبقاو يتعوجوا بنت بلادي ضربتني النفس عليك اليوم توجهت للرئاسة النيابة العامة ووضعت شكاية للرئاسة النيابة العامة باش يتفتح واحد التحقيق في هاد الناس الاشخاص اللي تيخرجوا في مواقع التواصل في التيك توك وتيقوموا بواحد الاشياء اللي غريبة ديال التشوافات ديال الليلات ديال الذبايح تيهزوا الجناوة وتبقاو يديروا بحال هكا تيخرجوا بالذهوبات وتبقى يقول لك صيفطوا لي الفلوس باش ندير لكم باش نفعل لكم اخت سميره راه كاين واحد الفيديو هنا في السي دي ديال واحد الشوافه تتقول لك الا بغيتي الراجل تقفيه بغيتي الراجل يمرض بالسرطان بغيتي الراجل يوقع عليه بغيتي الرجال كيديروا كل شيء هما كيعرفوا كل شيء كلشي تيفهموا في كل شيء تيشوفوا انا مشط الرازم تيسمعوا بالغيب والمشكل ان تيردوا المنازل ديالهم زاويات وتيقول لك انهما راهم اسياد كما تعرفوا بلادنا الحبيب المغرب في الاولياء الله الصالحين في الاسياد اللي الدوله كما شفتي في مدينه الدار البيضاء قاداته ودرت فيه الكتب ولا واحد المعلمه اللي ولاو تيمشيو سياحيه بحال مصر سيده زينب الى اخره اليوم الجمعيه اليوم توجهت انا للرئاسه النيابه العامه وضعت الشكايه اللي شوهوا بالسمعه ديال البلاد هاد الشواذ اللي جابوني لنا الضحك ولا تيدخلوا عندي الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج تيقول لي راه تيضحكوا على تشوك المغاربه دايرين هكا المغاربه راه دايرين هكا المغاربه حاشا لله باش يكونوا المغاربه الرجال والمغربيات الحرات باش يكونوا تنصبوا تيديروا نصبوا الاحتيال وتيديروا هاد الاعمال الخبيثه المغاربه الحرين المغاربه اللي اول جامعه في العالم هي جامعه القرويين في مدينه فاس المغاربه اللي حافظت معروفه بحافظه القران مغاربه اللي جابوا بطولات عالميه في حفظ القران مغاربه اللي رياضيين الكبار اللي رفعوا الرايه ديالنا في العالم كامل والنشيد الوطني تسمع في العالم كامل هاد الشواذ هادو اللي عندهم هاد الحسابات ديال التيك توك اللي تيبقاو يخرجوا تيبقى يقول لك صيفط لي الفلوس باش ندير لك باش نفعل لك تنصبوا على العقول الضعيفه وهاد الناس اخت سميره اللي تيصيفطوا لهم الفلوس حتى هما تنحملوا من المسؤوليه كون كان الخوخ يداوي كما قالت الاخت سميره كون داوى راسو سينو فلك بلاتي ولينا كنشوفوا ولينا كنشوفوا انه هاد من يدعون الملكات او انهم عندهم البركه كيديروا لايفات كيديروا الذبيحه في اللايف السلاح الابيض كيبان في اللايف الخمور على شتى انواعها كاين اللي منهم مشى بعيد والتي تطلب من المتابعين ديالو انه ما غيهضر معاك حتى تصيفط ليه الفلوس اخت سميره واحد سمحوا للاخوان واحد الفيديو عندي نيت هنايا في السي دي واحد السيد مسمي راسو واحد الشريف راه قلت لك ما هي الا اسماء هم من مسمي راسو الشريف خارج تقريبا راه عنده شي 2 كيلو 3 كيلو ديال الذهب وحاط واحد السرتله وتيقول لهم 20000 درهم قدام 20000 درهم قدامه تيقول لهم هاد السرتله هادي اللي جبتي ليا راه جابت لي واحد السيده من قطر ما تبقاوش تجيبوا لي الذهب بركه عندي الذهب بزاف جيبوا لي صيفطوا لي غير الفلوس وفيديوهات كثيره عندي هنا في السيدي وفي لي كونت ديالهم داك الشيء الفضح كبيره اخت سميره هي مد زمان كانت عيب تكون الشوافه كاينه في الحي عيب وعار ومين الساكنه تطلع شكايه بداك الدار ديال الشوافه تتوجه تتم الاعتقال ديالها وتتسد المنزل ديالها ما تيبقاش في ديك ديال الشوافه دابا هادو ولاو تيخرجوا بالعلالي تيخرجوا انا تنعرف انا تنعرف بلاتي انا تنعرف واحد كان هو شفته يعني سوا محطوط بشكايه هذا كان عام مغني في كباري نعسنا فقنا لقيناه ولا كيدير الشعوذه ولا كيقول لك ولا تسمح ليا ولا كيقول انا كان انا كان انا كان فقدت
الثقافه. انا كندير 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 كنزوج كنزوج العزبه، انا كنرض المطلق راجلها اللي بغات العقرة تنولدها. واحد كان عنده غير قناه، كان يوتيوبر، كان تيهضر في قضيه حمزه مون بيبي، وكان كيدير الاشهارات وكيدير داكشي ديال المواد التجميليه، ولا حتى هو تيقول لك انا كندير ليلات وانا شريف. هذاك راه الاصدقاء ديالي اللي هذاك اللي تيقول لها، عنده واحد النوطه تيقولها طون زون طون، تيقول لها مهتوكت الايام ولا ما شنو بحال هكا. المهم تيهضر بحال هكا. هذاك راه كاينين الاصدقاء ديالي اللي هما ولاد التقدم، راه خدامين في شركه ديال تيك توك، راه بلوكاو ليه الكونت، راه بلوكاو ليه الكونت، راه خص كلهم غيتبلو. حنا راه غنخدموا على هاد القنوات الخبيثه، هاد القنوات العار اللي جايبه لنا الشوال البلاد، هاد القنوات اللي مخليه اعداء الوطن تيهزوا لهم الفيديوهات ديالهم وتيقولوا شوفوا المغاربه كيفاش دايرين، المغاربه ما دايرينش هكا، المغاربه رجال. اذا اليوم النساء المغربيات الحرات حتى هما الله يعطيهم الصحه. خليني نسولك، انا اليوم تقدمتو، تقدمنا حتى الشكايه لدى رئاسه النيابه العامه في مدينه الرباط من اجل فتح تحقيق كاين تقريبا فوق من 47 واحد. اذا هي خطوه جريئه منكم، تحسب لكم حقيقه، كفى من 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 الشهى، كفى من الضحك على الدقون، كفى من استغلال العقول الضعيفه، لانه كفى من نصب الاحتيال. ولينا كندخلوا للتيك توك كنلقاو غير الجذبه والحضره والتشوفت، الجذبه والحضره، والناس تدخل عنده تقولي نعم السي الشريف، نعم هادي، وتا هو تيقف راسه وتا يقول لا سميتك سميت امك سميت باك سميت امك سميت باك، وتيبقى واحد حتى واحد حط واحد واحد راه ديال واحد المشكل، حاط واحد الكرسي كرسي في اي بي، وتيقول لهم زعما هو زعما ما داكشي كارثي داكشي. حنا تنتاسفوا وتنصنقوا، هادشي ولا كيستغل، اسمح لي اسمح لي، هادشي ولاو كيستغلوا اعداء الوحده الترابيه والانفصاليين، ولاو كيسبوا به المغرب والمغاربه. المغرب عنده تاريخ، المغرب حضاره، المغرب انجازات رياضيه، انجازات. المغرب غادي بسرعه الصاروخ، وهاد الناس هادو في عوض ما يروجوا يروجوا لمشاريعنا المستقبليه، يروجوا الاشياء زمينه لثقافتنا لحضارتنا. الامور عديده وعديده، كتحل تيك توك كتلقى هذا الشريف ولد فلانه، هذه الشريفه بنت الجواد، هذه توضعات ضدهم. اليوم توضعات ضدهم شكايه للرئاسه النيابه العامه في مدينه الرباط، بصيفتي رئيس الجمعيه حطيت الشكايه للرئاسه العامه، وراه غيتفتح تحقيق معهم كاملين، راه حطيت لي كونت ديالهم كاملين، كاع لي كونت ديالهم اخت سميره كلهم. انا كنشوف بالعناوين وارقام الهاتف. العناوين ديالهم وتيخرجوا، واحد راه تيخرج تيقول لهم ها انتم ها الرقم ديالي، صفر صفر ها شنو ها صفر كذا صفر كذا صفر كذا، اتصلوا بيا وصيفطوا لي الفلوس. هو هذا تهضري على هذا رصدوا لي الكونت ديالو ديال تيك توك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هنيئا لكل مواطن مغربي غيور على هذا الوطن. قرب نقولوا خطوة جميلة جدا، خطوة رائعة، ضربتنا النفس على بلادنا، وضربنا النفس على تاريخ بلادنا، وضربتنا النفس على المغربيات الحرات، وضربتنا النفس على المغاربة. تيديو لكم رزقكم، حشومة حشومة تديو لكم رزقكم. لو كان الخو خيدو يكون دوا راسو، وقولي هو يترجل، هو يهضر مع داك الجن يرجلو يولي راجل حتى هو، تيديو لكم راسكم، تيخرجوا بالذوبات وتبقاو تعوجوا. بنت بلادي ضربتني النفس عليك، راه وصلونا مجموعه ديال الشكايات، خلينا من لغه الخشب، وصلونا مجموعه ديال الشكايات من المغربيات الحرات، بقى فيهم الحال، قال لك حشومه اعداء الوطن تيضحكوا علينا برا المغرب، راكم شوهتوا بينا، المغاربه ما دايرينش هكاك، المغاربه رجال، وحنا مع سيدنا، حنا مع التوجهات الملكيه، الله يحفظ بلادنا، والله ينصر الاسره العلويه، والله ينصر سيدنا، حنا مع البلاد، واللي خرج للسطر غتوضع به شكايه.